بدأ معرض الكتاب في رأس البر دورته الرابعة والتي تستمر حتى 16 من أغسطس الجاري. يضم المعرض 30 ناشرا ما بين دور النشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، هذا إلى جانب مبادرة الثقافة والفن للجميع والتي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيها، فضلا عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة. المعرض في مدينة رأس البر، رأس البر يمكن في الصيف بيبقى فيها أكتر من 2 مليون مصطاف، فالمعرض ده بيكون مهم جدا ان احنا ننشر الثقافه في المدينه. كمان انا شايفه ان في ورش للاطفال، تلوين ونشاطات مختلفه في المعرض. بنشكر الاستاذ احمد بهي الدين على تشريفه النهارده لافتتاح المعرض، وانا شايفه حتى كنا بنتكلم مع بعض دلوقتي بيقول ان في 30 دور نشر مشاركه معانا. دوره معرض راس البر للكتاب في محافظه دمياط الدوره الرابعه على التوالي، هذه الدوره بتشهد مشاركه 30 دار نشر مصريه. معرض الكتاب في المحافظات المصيفيه طبعا دي مبادره تلقتها الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه من اجل تحقيق فعلي وواقعي للعداله الثقافيه، العداله الثقافيه ان يكون الكتاب متوفرا لدى كل المصيفين في كل المحافظات. حبينا نيجي عشان الاولاد بتحب تشتري كتب وبتبقى الاسعار فيها عروض، وكمان نشتري تذكار وهدايا وحاجات زي كده بنستناه كل سنه. الصراحه المعرض جميل وفي كتب وفي الالغاز اللي انا عايزاها وفي القصص وفي كل حاجه، وفي حاجات للاطفال بتعلمهم ازاي يكتبوا وازاي يعملوا كل حاجه. كنت جاي مع الاولاد النهارده يعني نصيف والكلام ده كله، فبنتمشى فلقيت المعرض حاجه كويسه جدا، نفس اللي في معرض الكتاب بالظبط، يعني ممكن حاجه اصغر بس كل حاجة موجودة فيه الصراحة، حتى كتب الدراسة موجودة نزلت، وفي حاجة كتير جدا من كتب وروايات وقصص حتى الأطفال، حاجات كتير جدا وأسعارها رمزية جدا.